السلام عليكم. الثامنة والنصف في استديوهات قناة الموريتانية إلى عناوين النشرة. وحدة من الجيش الوطني تعود إلى البلاد بعد المشاركة في عمليات حفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا. عشرات العائلات تخرج من أحياء حلب الشرقية عبر الممرات الآمنة، وعدد من المسلحين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى الجيش السوري. المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون تختار السيناتور تيم كاين ليكون نائبا للرئيس في حال نجاحها في انتخابات نوفمبر المقبل. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. عاد الليلة البارحة إلى أرض الوطن وحدة من الجيش الوطني قادمة من جمهورية وسط إفريقيا. كانت هذه الوحدة من ضمن وحدات من الجيش الموريتاني مكلفة ببسط الأمن تحت راية الأمم المتحدة في هذا البلد الإفريقي. يعقوب اللصوفي حضر الوصول وعاد التقرير. يعودون إلى أرض الوطن لأخذ قسط من الراحة المستحقة بين الأهل والأحبة وفي أحضان الوطن بعد خدمة مشرفة أسهمت في بسط الأمن والطمأنينة في الأدغال الإفريقية تحت الراية الأممية وباسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية. كان في استقبال الوحدة العائدة إلى البلاد من وسط إفريقيا في إطار عطلتها السنوية والمكونة من 93 فردا من الضباط وضباط الصف والجنود من مختلف التخصصات العسكرية. كان في استقبالها بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي قائد أركان الجيش البري اللواء محمد الشيخ والمحمد الأمين، وإلى جانبه قائد المكتب الثالث العقيد أبا باتي الحاج أحمد، وقائد المكتب الثاني العقيد محمد العربي جعفر، والعقيد محمد الأمين والمحمد والبلال، المدير المساعد لمديرية الاتصال والعلاقات العامة بقيادة الأركان العامة للجيوش. الجيش الموريتاني يشارك في قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية وسط إفريقيا ب750 فردا مدربين ومكونين في مختلف المجالات العسكرية المرتبطة بالمهام المحددة من طرف الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام الأممية. وتبرز مشاركة موريتانيا بكتيبة من الجيش ووحدة من الدرك الوطنيين في جهود حفظ السلام الأممي في جمهورية وسط إفريقيا وأخرى من الحرس الوطني بجمهورية كوت ديفوار وغيرها حضور البلاد المتزايدة وغير المسبوق في جهود حفظ السلام الأممية. من أنباء الغيث في هذه النشرة، شهدت 24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار في بعض الولايات الداخلية وذلك على النحو التالي. وقعت الحكومة الموريتانية مع شركة تازيازة موريتانيا المحدودة مؤخرا مذكرة تفاهم ستمكن من المرتنة السريعة لليد العاملة في هذه الشركة، ويأتي التوقيع على هذه المذكرة ليعيد العمل في هذه الشركة بعد توقيفها لنشاطها على مستوى منجم تازيازة في أعقاب تفتيش روتيني لمفتشية الشغل كشفت عن انتهاكات جسيمة لقانون العمل. وكنا قد وعدناكم في نشراتنا السابقة بإلقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع ونتائج الاتفاق المبرم بين الطرفين. لهذا الغرض نستضيف لكم الليلة السيد أحمد وللطالب محمد المدير العام للمعادن. أهلا بكم السيد المدير. أهلا وسهلا، مرحبا بك على بلاتو نشرة الأخبار في قناة الموريتانية. لو تساءلنا في بداية الأمر، كيف ستتم مرتنة الوظائف التي نصت عليها مذكرة التفاهم بين الحكومة وشركة تازيازة
حسب مقتضيات الاتفاق. أولا شكرا على إتاحة الفرصة تسليط الضوء على هذا الملف حيثياته مضمون الاتفاق اللي خلق مع شركة تازياز. نبقى نرجع شوي لورا لنذكر بهذا المسلسل كامل معنا منتصف الأحداث كما هي الأحداث. نعم نعم منتصف شهر يونيو كانت فيه مفتشية الشغل بعثة منها عندها تفتيش في المنجم ولاحظت ان فم خروقات في الشغل وبعدها بثلاث ايام وقفت الشركه بشكل احادي نشاطها بشكل مؤقت تجنبا اذا لاعطاء اشاره سلبيه للمستثمرين وحرص على استمرار التعدين بشكل سلس خلقوا مفاوضات طويله نسبيا مع الشركه افضت الى اتفاق بنوده ان اليوم الشركة فيها 121 عامل أجنبي هو اللي يمثل 12% من جميع العمال لا هي تخلق مرتنتهم أولا مرتنة مباشرة حالا لبعض من الوظائف وعندنا بعض أخر في 6 أشهر و12 شهر و18 شهر وسنتين إذا هذو السنتين الأولات لا هي من ذيك 121 لا هي يبقى 62 أجنبي اللي هو لا يبقى 6% وحدها من العمال الأجانب وهذا السابق أغشت 2018 يعني يوليو نهاية يوليو 2018 يعود عندنا 6% من الأجانب بعدها عندنا سنتين يعني حتى نهاية 2020 لا يبقى في الشركة فقط 27 أجنبي هو اللي يمثل تقريبا 2.7 إلى 2.8% من إجمالي العمال الأجانب هذا لا يخلق عنه اكتتاب للموريتانيين حالا لشغل هذه الوظائف اللي إما لا يتعود شاغرة والله ملي اللي لا يعودوا موريتانيين آخرين كانوا في الشركة لا يقبلوا هذه الوظائف يعودوا هما يستبدلوهم إذا مجمل الاتفاق له على أن يخلق تعطي الشركة برنامج مرتنة بعد أسبوعين من الاتفاق يعني مباشرة ويتم مرتنة هذه الوظائف تدريجيا شيء مباشرة اليوم اللي هو نسبة كم؟ اللي هو نحن 66 نحن عندنا ذلك 121 عام 121 عام الأجنبي لا يبقى منها لا هي أولا لا يمرتنوا 10 حالا وفهم عندنا دوز بوست اللي هما 12 وظيفة شاغلة تبقى شاغلة ما هي قبال وظيفة بيلي لو بوست يقدر يعود في نفس فيه حد يشتغل ثمان سوايع ويجي واحد آخر ثمان سوايع أنا يقدر يقبلوا ثلاثة أرواقيش ومرات يعودوا اثنين أنا عقب لك عندك دوز بوست وفهم ستة وفهم ستة مهم من إجمالا 48 بوست فيهم 65 عامل إذا هذا اللي نقوله على نصف الأجانب في سنتين لا يمشوا كاملين وذيك 6% الباقية نصهم اللي قبل حلول نهاية 2020 يعود نصهم اللي يمشي معناه أنك لا يبقى لك في الأخير أقل من 3% من الأجانب في الشركة هل هناك بنود أخرى ضمها الاتفاق غير هذا؟ نعم فيه بنود أخرى واحد منهم اللي قال له مكتب الدعم هو كان عندهم مكتب فيه في لاس بالماس فيه 25 أجنبي يغطوا موريتان وظائف دعم قد يشغلوها موريتانيين وفي الاتفاق ان هذول 25 21 منهم لا يعودوا هون في موريتانيا يعودوا موريتانيين اذا بعد كاع ذيك قضيه الدعم اللي من الخارج الدعم من الخارج كانت في سيطره مطلقه ليد العمالة الاجنبيه نعم لا يبقوا فقط اربعه اجانب ظروف انهم ملي وظائف استراتيجيه لا تبقى للشركه 21 لا ترجع 21 لا يعودوا موريتان يعودوا موريتان يعودوا ملي موريتانيين ما هم اجانب هذا فهم على كل حال ذا كامل المهم منه اعطاء اكثر فرص للناس اللي عندها اللي تقدمات تشغل هذه الوظائف الموريتانيين وهم اللي زياده في الشفافيه لا الاكتتاب ولا اي شيء يعني شركه اي شيء من امور الشركه اللي تعني مثلا صفقات الشركه اكتتاب الى اخره لابد ان يعود اعلان عنه للراي العام يعود كل حد مطلع عليه. اليوم هل يمكن القول ان تازياز عادت لنشاطها؟ تشغيل المجال الشركة تنوي العودة إن شاء الله لمزاولة نشاطها بداية الشهر يعني الأسبوع نهاية الأسبوع المقبل إن شاء الله وعلى كل حال إلين تعطي هذا البرنامج اللي هو
اللي هي الطور يعطاؤه يبدأ إن شاء الله مزاولة العمل بشكل مباشر. هل يعتبر ما حصل مع تعزيز أو إجراءات المراجعة العامة للنظام الشغل الداخل مع شركة تعزيز هل يعتبر رسالة إلى الشركاء الأخرى الشرائك الأخرى المماثلة؟ يعني بصفة عامة يعني احترام الإطار القانوني والتشريعي هو الوحيد اللي يضمن أن الرجاج يزاول نشاطه بصفة بعيدة عن أي مشاكل، لأن هذا قد يعود رسالة واضحة للشركة لأنها تتبع وتوف المسطرة القانونية وتوف هذا رسالة واضحة لهي ولجميع الشركات كصبغة أسلم لها وللعمال تصل لها هي حقوقها قبل صحيح. حقوق العمال صحيح احنا بيننا مدونة معدنية بين مع الشركات فيها حقوق وفيها واجبات كلها يحترم حقوقه واجباتهم اللي ما قال له حد فيهم شيء هذا هو المهم. هل متوصية في نهاية هذا اللقاء بخصوص العمال وبخصوص الشيء؟ لأن أولا على كل حال هذا الطلب من بالنسبة للشغيلة الموريتانية أنها تحاول أنها تكثف هي اللي حتى من شنقال وتكوينها إلى آخره كانت قد تعود عاقبة تزاول مهام استراتيجية حالا قد تعود الشركة عندها صعوبة في إيجاد سوق العمل الموريتاني هذه الوظائف لأن يعود الناس شوية كلها يحاولوا بمجهوده قد لها تزاد قاع هذه النسبة بلي حتى هذه 27 أجنبي اللي في الأخير لا يتبقى فيهم فيها فقط 10 هي للشركة عندها الحق في أنها تبقى عليها ذوك الآخرين إلين يجبروا وموريتانيين قدوا يشغلوا ذوك الوظائف لهم اللي تم مرتنتهم هذا هو عندي مش نقدر نقوله في هذا الإطار. شكرا جزيلا لك السيد أحمد وللطالب محمد المدير العام للمعادن بوزارة الطاقة والبترول والمعادن كنت ضيفنا على بلاتو النشرة الرئيسية في قناة الموريتانيا. ونواصل النشرة حيث شهدت قرية تكتصير الطرشان التابعة لمقاطعة أطار أمس انطلاق الدورة العادية 14 للرماية التقليدية المعروفة بكأس القطنة وذلك للعام 2016. فعالية هذه الدورة التي جرى افتتاحها تحت إشراف والي ولاية أدرار تشارك فيها عشرات الفرق المنتسبة للاتحادية الوطنية للرماية التقليدية. 39 فريقا يشاركون في الدورة العادية للرماية التقليدية وسط حضور جماهيري مكثف يعكس مدى اهتمام سكان ولاية أدرار بهذه الرياضة التقليدية التي تتطور يوما بعد يوم خدمة للبلد. وقد ألقى بهذه المناسبة والي ولاية أدرار كلمة استعرض في بدايتها الأهمية القصوى التي تليها السلطات العمومية للرماية التقليدية. تحتل الرماية التقليدية مكانة خاصة في نفوس الآباء والأجداد مما جعلها في قلب اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز وفي أولويات حكومة معالي وزير الأول السيد يحيى الحدمين. ولا يخفى عليكم ما للرماية التقليدية من دور إيجابي في تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الاجتماعية إضافة إلى إنعاش الاقتصاد المحلي للولاية والتقارب بين مختلف ولايات الوطن وتوسيع دائرة التعارف وتبادل بين المواطنين القادمين من مختلف ولايات الوطن علاوة على دورها الفعال في تحريك السياحة الداخلية من خلال الاستمتاع بقضاء عطلة في فضاء الواحة الجميل لولاية أدرار. أما رئيس الاتحادية الموريتانية للرماية التقليدية فقد وضع التظاهر في سياقها العام. أود قبل كل شيء أن أرحب بكم وأشكركم على تواجدكم اليوم معنا لافتتاح الدورة 14 من موسم القطن للرماية التقليدية في أطار، وأنتهز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر إلى كافة السلطات الموريتانية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على العناية الفائقة والأهمية البالغة التي ما فتي أيولها للرماية التقليدية باعتبارها جزءا هاما من تراثنا الأصيل وعادتنا التليدة التي يجب علينا الاهتمام بها والحفاظ عليها خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بها. أؤكد لكم أنني لا أحمل ضغيرة لأي طرف وكل عزيمة وإصرار على العمل من أجل أن يظل اتحاد الرماية التقليدية الموريتانية خيمة موريتانية رحبة للجميع يأوى الرماة إلى ظلها في جو دائم من التعارف والتآخي والمحبة والأصالة والشهامة والروح الرياضية.
هذه الدورة التي تزامنت مع موسم القيطنة الذي تعيشه ساكنة أدرار حاليا ستدفع عجلة التنمية في هذه الولاية التي تعتبر من أهم المناطق السياحية في البلاد. أحرز لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد اللاعب فال محمد موسى لقب أحسن لاعب ضمن بطولة التحدي الدولية المنظمة من طرف الاتحاد الدولي لكرة اليد بغينيا كوناكري، ذلك بمشاركة 9 دول إفريقية. تأتي مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد في هذه البطولة تحضيرا لمشاركته القادمة في فعاليات البطولة الإفريقية للعبة التي ستستضيفها العاصمة المالية بامكو الشهر المقبل. المنتخب الوطني لكرة اليد رجال وسيدات يتشح بألوان العلم الوطني وهو يصل إلى مطار التونسي الدولي بعد المشاركة في بطولة التحدي الدولية لكرة اليد التي استضافتها غينيا كوناكري خلال الفترة ما بين 22 و 28 من الشهر الجاري، ذلك بتنظيم من الاتحاد الدولي للعبة. المنتخب الوطني للعبة تمكن من إحراز كأس الدورة لأحسن لاعب في البطولة من خلال اللاعب الشاب فال محمد موسى. تمكن الشاب مخالي من الحصول على جائزة أحسن لاعب في الدورة من ضمن عدد من اللاعبين اللي كلهم محترف بأندية أوروبية متطورة في كرة اليد، ونحن في بداية المشوار تمكنا في الأخير للحصول إلى المركز الخامس اللي يتيحنا إن شاء الله المشاركة في البطولة الإفريقية للشباب اللي نحن مركزين إليها. هذه الدورة كانت بالنسبة لنا معسكر تدريبي وتمكننا منه في إظهار قدرات الشباب اللي عندنا على أنهم يقدروا يمثلوا الوطن في أحسن تمثيل. لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد فال محمد موسى الحاصل على كأس أحسن لاعب في البطولة الدولية لكرة اليد أعرب عن ارتياحه الكبير لهذا التتويج الذي أكد أنه ليس تتويجا لكرة اليد فقط بل هو تتويج للرياضة الموريتانية ككل، متعهدا في هذا النطاق ببذل المزيد من الجهد من أجل تشريف موريتانيا في قادم المنافسات الدولية. المنتخب الوطني لكرة اليد تمكن خلال هذه البطولة الدولية في نسختها الرابعة من احتلال المركز الخامس من بين 9 منتخبات عريقة في مجال اللعبة، هي السنغال، غينيا كوناكري، غينيا بيساو، غامبيا، مالي، السيراليون وجزر الرأس الأخضر، تنافست كلها بقوة خلال هذه البطولة الدولية الهامة. ومن كرة اليد إلى كرة السلة، حيث انطلقت من واكشوط فعاليات البطولة الجهوية لكرة السلة المنظمة من طرف الاتحادية الوطنية للعبة. وتعرف هذه البطولة المحضرة للدورة القادمة من البطولة الوطنية لكرة السلة مشاركة 10 فرق من فئة الرجال و6 فرق على مستوى فئة السيدات. بمشاركة 16 فريقا موزع على 10 فرق لفئات الرجال و6 فرق على مستوى السيدات، انطلقت هنا بملاعب كرة السلة التابعة للمعهد العالي للشباب والرياضة منافسات الأدوار النهائية للبطولة الجهوية لكرة السلة المنظمة من طرف الرابطة الجهوية للعبة على مستوى منطقة نواكشوط. كرة السلة هي الرياضة الثانية وتسد ياسم الخلق، وهي أول بطولة جابت ميدالية هنا في 1983 وأول محترفين في البلد من كرة السلة، ورياضة سهلة على الموريتانيين تبارك الله ذكاهم. نحن وركاتيا عندنا حكم 30 محترف في المغرب وفي قطر والحمد لله وفرنسا. البطولة التي سيتأهل في ختامها 4 فرق عن ولاية نواكشوط الثلاث إلى نهائيات البطولة الوطنية لكرة السلة التي ستنظم نهاية الشهر المقبل، شهد يومها الافتتاحي إجراء مواجهتين قويتين جمعت الأولى منهما بين فريق ساير بيسير المتوج بلقب الدوري الوطني الموسم الماضي وفريق بيسير تيرت، حيث انتهت المباراة بفوز عريض لعناصر ساير قوامه 119 نقطة مقابل 51 نقطة. فيما شهدت المباراة الثانية التي جمعت بين فريق مدينة إر وفريق نصر السبخة فوز عناصر فريق مدينة إر بنتيجة 55 مقابل 27. البطولة الجهوية لكرة السلة ستختتم أدوارها النهائية في 20 من الشهر المقبل. نظم تجمع شباب الوحدة الوطنية صباح اليوم بقاعة المتحف الوطني بنواكشوط نشاطا أشاد فيه بالنجاح الذي حققته بلادنا في تنظيمها للقمة العربية 27. ثمن المنسق العام للتجمع السيد باهو محمد سالم في كلمة بالمناسبة القرارات التي حصلت
التي خلصت إليها القمة، منوها بالدور الريادي لمختلف المصالح والجهات التي شاركت في التنظيم والتحضير والإشراف، والذي مكن من إعطاء صورة حقيقية عكست نبل الشعب الموريتاني. وقد انصبت المداخلات على الإشادة بالتنظيم المحكم لهذه القمة، النجاح الكبير الذي حققته القرية الثقافية التي نظمت بالموازاة مع هذه القمة، التي ساهمت في إبراز أهم ملامح موروثنا الثقافي والإنساني. دوليا، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في تصريحات بباريس أن الرئيس محمود عباس أكد خلال لقاءين منفصلين في العاصمة الفرنسية مع وزيري خارجيتي فرنسا والولايات المتحدة دعمه الكامل للمبادرة الفرنسية. وأضاف عريقات أن الرئيس محمود عباس قال بعدم جواز طرح فكرة تعديل المبادرة العربية، وأكد على المرجعيات الدولية والقرارات ذات الصلة، وأنه شدد على أن المنطقة بحاجة إلى السلام والاستقرار وتجفيف مستنقع الاحتلال، وأن مفاتيح الأمن والسلام وإقامة الدولة الفلسطينية. قالت وكالة الأنباء السورية إن عشرات العائلات خرجت اليوم من أحياء حلب الشرقية، كما قام عدد من المسلحين بتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى الجيش السوري. وأوضح المصدر أن العائلات خرجت عبر الممرات التي حددت لخروج الأهالي المحاصرين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وأن العائلات وصلت إلى حي صلاح الدين. يذكر أن 3 مرات إنسانية لخروج المدنيين ومرة واحدة للمسلحين قد فتحت في مدينة حلب في إطار العملية الإنسانية المشتركة التي يجريها مركز حامي ميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا والقوات الحكومية السورية. اختارت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون تيم كاين ليكون نائبا للرئيس في حال نجاحها في الانتخابات المقررة في شهر نوفمبر المقبل. وقال كاين في ملاحظات أدلى بها بخصوص المرشح الجمهوري دونالد ترامب إن رجل الأعمال ترك وراءه سجلا من الوعود التي لم يفي بها. يرى محللون أن اختيار كاين البالغ من العمر 58 عاما هو سيناتور معتدل عن ولاية فيرجينيا لخوض الانتخابات إلى جانب كلينتون ربما يساعد في استقطاب الجمهوريين الذين لم يحسموا أمرهم بعد بشأن ترشيح ترامب. وقال ترامب تعليقا على حملة كلينتون واختيار كاين لخوض الانتخابات نائبا للرئيس إنهما لا يبدوان جديرين بمنصب الرئيس ونائبه، في إشارة إلى هيلاري كلينتون. ختام نشرتنا، فإلى التذكير بالعناوين. وحدة من الجيش الوطني تعود إلى البلاد بعد المشاركة في عمليات حفظ السلام في جمهورية وسط إفريقيا. عشرات العائلات تخرج من أحياء حلب الشرقية عبر الممرات الآمنة، عدد من المسلحين يسلمون أنفسهم وأسلحتهم إلى الجيش السوري. المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون تختار السيناتور تيم كاين ليكون نائبا للرئيس في حال نجاحها لانتخابات نوفمبر المقبل. شكرا على حسن المتابعة، أعود فألقاكم في آخر عرض إخباري عند منتصف الليل، في أمان الله.